الله يا ابو، بنت ابو فواز. بنت ابو فواز شافها على البلكون، عمل حاله ما شايفها. معناته ما هي اشطبيع اشطبطة. طيب شافها لبنت ابو محمود؟ بنت ابو محمود شافها واقفة على الشباك، ما عين فيها. اشطبيع اشطبيع اشطبطة كمان. طيب لتكون خالدية بنت الحاج بكري. خالدية بنت الحاج بكري فزع لما شافها، فزع. اشطبيع اشطبطة. ما ضل حدا، مين بده يكون شاف يعني؟ ايه ليكون هالبت اللي عشقانة من الدرعية او من التخريمة جاية زيارة لعند شي حدا فكرها من ضيعتنا. بس تلاتة، اذا الاستاذ ما عشقان ولا وحدة منهم معناته مثل ما عم تحكي انت. ما انت انت. لك شبكن شبكن ولا اسا واحد بيحكي لي كلمة بالشرق وواحد بيرد عليها. طب بدنا نعرف نتدرب، عم بعزف سماعي انا سماعي. هاي تدرب تدرب شبك شو صاير لا. يعني بدك اسود وشنا بالحفلة؟ ما بيسود كل هالمصباح من خلقتها، شيل انا هالمصباح. ليش هالمصباح؟ مشان صفي الصوت. هون بالاول شو بعرف؟ اعزف اعزف معي. انت جاهز انا؟ جاهز جواعي وحاضر حواضر وامرك حواضر. استاذ ناجي ما زدت الورقه وتنساها، انا حاطط لك الموعد بعد نص ساعه. لا لا ولا يهمك، خلص انا بس زدت لها الورقه فورا بسبقها وبروح على المكان اللي دليتني عليه. ماشي يلا استاذ ناجي تسهل، ان شاء الله هيك الشهر الجاي فرقه ام التنافس بدها تعزف بعرسان. ولك من تمك لباب السماء. بس وينك سليم؟ عاتبي عليك رح يكون كثير كبير اذا ما رقصتش بليله عرسها. ولك لعيونك خرتوش فردك انا. Thank you.